الله يبو مبارك. الله يطول عمركم. الله يحييك. كيف الامور؟ والله على عساكم طيبين ان شاء الله. كلش تمام الحمد لله، ابشركم. وش تسمعون عن اختاميات؟ ترى احنا نبغاها مفاجاه، احنا نبغاكم تدرون. والله شوف اللحظه اليوم الجمهور كله يتكلم عن التتويج، يعني يتكلم عن المراكز. صادق. عرفت؟ ولكن انا دائما اقول في برامج الواقع، يمكن كلام يمكن ما يعجب الجمهور احيانا، ترى اللقب ما هو بكل شيء، يعني اللي بياخذ الاول ياما كل ياما مسابقات اللي ياخذ الاول خذ الاول وهي واختفى واختفى. احيانا اللي ما ياخذ الاول واللي ياخذ مثلا الاخير في الجوله الاخيره او حتى طلع من جولات في البدايه، كل المسابقات اللي فيها واقع تلاقي واحد طلع اصلا من الجوله الاولى ما الحلقه الاخيره من اول برايم، من اول برايم طالع تلقاه موجود في الساحه ومنافس ومنجم، فالتحدي كبير بلا شك. وطبعا ما بقاعده هذه، في ناس خذوا الاول واستمروا نجوم وابطال يعني. لكن الوصية طبعا الأكيدة واللي أنا جاي أقولها اليوم هي مجموعة وصايا، ترى بكرة تفرحون وإذا انتهى البرنامج حزن، بتحسون أنكم دخلتوا في التحدي الحقيقي. صدقت أنتم بالتسعين اليوم اللي راحت هذه تحسون أنكم كنتوا في تحدي وكنتوا في صعوبة والحمد لله بس خلصنا. ترى التحدي ما جاء، التحدي يوم الأربعاء، التحدي يوم الأربعاء. فزي ما قلت انا طبعا في حلقه سابقه، يعني انا كتبت مجموعه وصايا بقول